لبيك اللهم لبيك. لا تدافع، لا تزاحم، بغية الوصول إلى مقام سيدنا إبراهيم. وذاك هو المشهد الذي فرضه فيروس كورونا عنوة على ضيوف الرحمن في آخر مناسك الحج وأعظمها يوم عرفة، يوم يتباهى فيه رب المشرقين والمغربين بعباده أمام الملائكة وهم يصعدون صخور جبل عرفات الطاهر بشق الأنفس. عباد اختلفت أعراقهم واختلفت ألوانهم، تباعدت بينهم الديار ونأت بهم الأمصار، جاءوا من كل حدب وصوب ليقفوا سواسية كأسنان المشط بلباس واحد لهم فيه من قماشه الأبيض سنة وفضيلة ورونقا، يتضرعون مرضاة الله عز وجل بالذكر والتسبيح حتى غروب الشمس، منتصبين قبالة مسجد نمرة، طالبين من بارئهم الرحمة والمغفرة ورفع البلاء. وكيف لا وخير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عدد فضائل هذا اليوم المشهود ليجاري مرتبة الجهاد بل ويفوقها. وقفة عرفة لهذه السنة مختصرة ومحدودة، لم يتجاوز عددها 10,000 حاج، كلهم قدموا من رحاب المملكة، منهم الأجانب المقيمين والبقية من المواطنين. تم فيها احترام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي الذي من شأنه درء تفشي الوباء بين الحجيج، وهو الرهان الذي أطلقته السلطات السعودية لإنجاح موسم الحج، موسم حامت حوله الشكوك والظنون بإلغائه، لكنه في نفس الوقت فقد زخمه المعهود. صور روحية تقشعر لها الأبدان تصف مناجاة العبد الضعيف لربه القوي، مشاهد عجز اللسان عن وصفها.